انتقالكم من القرية إلى القاهرة، الأسباب وكيف تمت هذه المرحلة الجديدة؟ هذه المرحلة الجديدة طبعا أنا كما قلت لك يعني عندي طموح أنا أتعلم القراءات وأتعلم العلوم الشرعية والتقي مع المشايخ والعلماء. طبعا أنت عارف القرى يا شيخ عبد الله دائما محدودة في الناحية التعليمية وفي ناحية والمعارف أو الآخرة. فقلت للوالدة يا والدتي يا أمي أنا أريد أن أذهب إلى القاهرة عشان ألتحق بالأزهر هناك معهد القراءات عشان أتعلم القراءات. فالوالدة يعني كأنها زعلت، كان نظرت إليها قالت لي فين أين تذهب يا ولدي يا أحمد، أنت الآن حفظت القرآن وقاعد في بيننا في القرية والبلد والناس يعرفونك وما شاء الله يحبونك الناس الآن وتصلي بيهم في المسجد يقولون أحمد صوت وتقرأ مع المشايخ وماذا تريد تروح القاهرة عندك؟ يعني طبعا عاطفة الأمومة أكيد أنا أعرف إن هي مقدر موقفها وإلى آخره. قلت لها بس أنا أريد أن أنا أتعلم القراءات، أنا الآن حفظت القرآن لكن في علوم أخرى، علوم القراءات وعلوم المهم. قلت لها إن شاء الله ما يكون الخطر طيب، يعني أنا أذهب ثم آتي يعني وأنا ما أنا أنقطع. المهم حاولت جلست معها أيام تقنعها حتى اقتنعت قالت لي خلاص روحي يا ولدي الله يسلمك الله. نعم ودعت لي دعوة أنا ما زلت أذكرها. فحتى لما يعني طبعا ذهبت إلى القاهرة وكانت رحلة طويلة فكنت أغيب يعني كنت سنة كل سنة أنزل وسبحان الله كانت الذهاب إلى القاهرة كيف يعني أنا رايح طبعا لا عندي لا شغل ولا عمل في القاهرة وفي نفس الوقت الحالة المادية اللي تساعدني أريد أن أكون محدودة يعني أريد سكن وأريد وأريد أن أكون معيشة ومصاريف. أما كنت أثناء شوف بركة القرآن أما كنت في أثناء وجودي في معهد في شركة عثمان وأنا مسك المسجد إمام المسجد أصلي بيهم فتعرفت على مهندس اسمه عبد الله عبد الهادي كان مدير المكتب الفني في الإدارة بجوار اللي هي بجوارها المسجد ويصلي معي بعض الأوقات فتعرفت عليه وقال لي أنا جاء سلم عليه قال لي أنا ذاهب إلى القاهرة يعني لأني أصبحت مديرا لمعهد في القاهرة معهد للشركة. فبعد كم يوم قلت يا مش مهندس قال قلت له أنا أريد أن أذهب إلى القاهرة لألتحق بالأزهر هل ممكن في أنا أذهب عندكم في المعهد ممكن أجد عمل؟ قال لي نعم أجي عمل في مسجد وخليك تكون إمام للمسجد. ما شاء الله ما شاء الله يا سلام وشوف تيسير له. أي والله وفعلا صدق ما قاله إن كان الآن بس المشكلة انقطعت أسباب يعني من حوالي يمكن 40 سنة الآن كان ميت اللهم اغفر له وارحمه كان حي اللهم وسعه الصحة والعافية وبارك له في ذريته. فصدق دعوة الوالدة يا شيخ. نعم أقول دعوة الوالدة تذكرها. نعم لا الوالدة ما كنت أقعد بالسنة يعني أقول سنة لين ما أتي ثم فقلت لها خاصة لما أتيت هنا إلى البلاد السعودية البلاد المباركة جينا هنا تعليم القرآن طبعا جيت مدرس قراءات وهذا مرحلة ثانية نعم. قراءات وتجويد فكنت أقول لها أنت زعلانة مني يا أمي عشان بعد قالت لي ترى زعلانة مني في شيء وأنا كنت أنا أزعل منك فما زلت أذكرها حتى في كل لقاءاتي أقولها قالت لي روح يا أحمد الله يجعل طوب الأرض يحبك الله إيه نعم طوب الأرض يعني تراب الأرض وحجارة الكل تحبك يعني الجماد يحبك قبل الإنسان قبل الإنسان فهذه دعوتها هي اللي مشيت بها الحمد لله أيوة. الحمد لله.